اخطر 3 اماكن على وجه الارض. المكان الثالث هيصدمك حرفيا، واول مكان هو جزيرة الافاعي في البرازيل اللي بتضم اكتر من 2000 نوع من الافاعي والتعابين السامة، ولو رحت هناك هتموت اكيد. والمكان الثاني هي جزيرة سنتانيل في الهند. سكان الجزيرة دي من السكان البدائيين جدا، لو حاولت انك تقرب من الجزيرة دي هيقتلوك في الحال. والمكان الثالث اللي مش هتصدق ايه حصل فيه هي جزيرة ريماري اللي هرب ليها اكتر من 1000 جندي ياباني في الحرب العالمية الثانية. عايز اقول لك ان في 500 جندي من ال1000 جندي ماتوا بسبب الحرب، وكمان بسبب التماسيح اللي بتسكن الجزيرة دي. كلنا على مكان خطر تعرفه.